اهلا وسهلا الشابات الفاتنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال ديالك هي السمراء بصفه خاصه ومدققه. ان شاء الله تستمتعي بالاوقات اللي غادي تقضيها معايا في هذا الفال وتلقي اجوبه للاسئله اللي داخله تطرحيها انت وحظك مع الفال. البنات والسيدات اللي كتعجبكم او كيعجبكم الفال في كلمتين او الفال على حسب شهر الميلاد ديالك، فانا غادي نخليه على الانستغرام ان شاء الله. فان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي. وغادي نبدا بالفال ديالك يا السمراء. غادي تكوني انت هادي، هذا الحظ ديالك. فنوي انت على الشيء اللي باغيه تعرفيه. فبعض المرات وسبق وقلتها ان في الفال كتجي اجوبه فقط للناس اللي طرحين اسئله قبل ما يشوفوا الفال. فهذه انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك، ان شاء الله تستفدي على هذا الفال هذا. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. غادي يكون قلبك على اتصال هاتفي او جواب على رسالة انت يعني كنتي حطاها او طلب انت كنتي دايره. وغادي تكوني كتفكري بزاف هاد الايام في كل ما يخص العمل والادارات او الدراسة، وكذلك غادي تكوني كتفكري في الشخص اللي هو اسمر. هذا الاسمر ما كنشوفوش تفكير في الحب، فغادي يكون تفكيرك في هذا الاسمر بخصوص حاجه خاصه بعمل او دراسه او اداره او محكمه. وكذلك كنشوف البعض فيكم غادي تكون كتفكر في المستقبل ديالها وفي الحظ ديالها، والخبر اللي كتنتظريه قريبا غادي يوصلك، يعني بعد 4 ايام او يوم الاربعاء المقبل، او يعني خلال 4 اوقات الخبر اللي انت كتسنيه او الرد اللي كتسنيه او الرساله اللي كتسنيها توصلك. هنا غادي ياتيك الله. هذاك السمر اللي بالنا كتفكري فيه وهو ماشي حاجه خاصه بالحب او بالعاطفه، هذا الاسمر غادي يكون عندك مميز هاد الايام هادي. يعني هو اللي غادي تكون عندك الهضره معاه، لقاءات معاه، شغل معاه، يعني امورك غادي تكون يعني اهتمام كبير بخصوص حاجات في محكمة او في ادارة او في عمل او في دراسة، وغادي يكون معاك هذا الاسمر هذا. الفال كيقول لك هاد الايام ما تحاوليش انت تسبقي في الاتصال، يعني نقولوا 6 ايام الجايه ما تحاوليش تكوني انت السباقه في الاتصال باي كان. شويه عليك العين والحسد على الارزاق ديالك. هي انا كنشوف عندك بعد 5 ايام جوج ديال الرزقات، ورزقات اللي هي كبار، ممكن تكون ماليه ممكن تكون ماديه، ولكن العين عليك قويه. فحاولي انك الارزاق اللي توصلك ما تخبريش بها او ما تبينيهاش او ما تعطيش تفاصيل على الارزاق ديالك. غادي يكون عندك تغييرات الى الاحسن خلال هاد الخمسه ايام المقبله. غادي يكون عندك شويه سهر بالليل، ولكن هذاك السهر بالليل ماشي يعني مرض او ارق، لا بالعكس. واخا غادي تكوني كتسهري بالليل او كتنامي او كتنعسي لواحد الوقت متاخر، ولكن هو في الصالح ديالك، يعني غادي تكوني كديري حاجات اللي هي في الصالح ديالك واللي فيها تغييرات الى الاحسن لنفسك. شويه الحياه العاطفيه كنشوفك هاد الايام غادي تكوني مشكله، نفسيتك محطمه من الناحيه العاطفيه، مشاكل عاطفيه، ممكن يكون عند البعض فيكم هضره وكلام بخصوص فراق او طلاق، خصوصا اللي عندها الاسمر.
هنا كنهضر في الحب قبيله، راه هضرنا في العمل. فاللي عندها رجل اسمر سواء كان حبيب او كان زوج، انتبهي، ممكن يكون بيناتكم شويه غيار، ممكن يكون بيناتكم هضره وكلام على فراق او على اطلاق، او انت اللي غادي تكوني مليتي من التصرفات ديال هذا الاسمر وباغيه تنفصلي معاه. وكنشوف شي شويه بالنسبه اللي عندها الاسمر كاين شويه مشاكل لا في الحياه الزوجيه ولا في الحياه العاطفيه. كنشوف هذا الاسمر يعني بحال ما باغيش هذا الفراق، ولكني بحال انت اللي غادي تكوني مليتي او شفتي لك شوفه اخرى. وكنشوف كذلك هنا بالنسبه اللي عندها الزوج ديالها غاب مده طويله او كان مهاجر البيت ديالك، فكاين الدخول ديالو للبيت، وكاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها لقاء عاطفي مع الاسمر وغادي تكون بيناتكم علاقه حميميه. فالاغلبيه غادي يكون عندهم مشاكل وعندهم فراق وعندهم غيار، والبعض اللي هي الزوج ديالها كان مسبقا غايب او مهاجر البيت فكاين العوده ديالو للبيت. وكاين اللي عندها الاسمر حبيب القليل فيكم، غادي يكون عندكم يعني علاقه حميميه او غادي تكونوا في مكان خاص وغادي يكون بيناتكم حب وغرام. بالنسبه اللي كتسال على الرجل الابيض، الرجل الابيض انا كنشوفه كيشوف لك هذه الايام هذه بالبزاف. ما كايناش غير انت في الحياه ديالو، كاينه امراه اخرى كيفكر فيها، ولكن حتى انت يعني بحال دايركم في كفه واحده، تقدر تكون هذه طرف ثالث او وحده من العائله او صديقه، فهو يعني كاينه انت وكاينه امراه اخرى. المراه الاخرى هي شده غير بطاقات سلبيه او شده بسحر، فباغية منه امور او مساعدات، فالجلب ديالو لهذه الانسانه هذه هي بطاقات روحانيه، فغادي تكونوا في كفه واحده انت وهاد الانسانه هذه. فهو كيشوف لك، غادي يكون بيناتكم هضره وكلام، نيتو صافيه معاك، ممكن يكون بيناتكم لقاء، ممكن يكون تفاهم، ممكن هضره وكلام وتكوني مرتاحه مع هاد الابيض هذا. فواخا يكون بعيد عليك غادي تكونوا متقاربين روحيا، فالامور جيده مع هذا الابيض، نيتو صافيه، تغيرت الى الاحسن مع الابيض، ممكن لقاءات، ممكن انكم غادي تكونوا كتفاهموا او غادي تكونوا كتشاوروا بيناتكم وغادي تلقاو حل وسط بيناتكم. ولكن رغم عن ذلك فكاينه مراه اخرى اللي هي كيهتم بها، فقلنا ممكن تكون طرف ثالث او ممكن تكون وحده من الاهل. بالنسبه للحنطي، الا كنتي متخاصمه معاه كاين صلح، كاين بيناتكم حاجات ايجابيه، ممكن هذا الحنطي هذا يقدم لك مساعده ماليه او ممكن يهاديك، فهو مهتم بك وكيشوف لك، ومازال غادي تكون بينك وبينه لقاء او صلح. فالبعض فيكم هذا الحنطي هذا كيشك فيك انك مع رجل اخر، وكاين البعض فيكم اللي فعلا انت عندك جوج ديال الاحبه، كاين الحنطي وكاين رجل اخر، وانت كتفضلي هذاك الرجل الاخر على الحنطي، فكيقول لك الفال الرجل الاخر مزيان والحنطي مزيان، ولكني لما بغيتيش مشاكل وما بغيتيش مثلا تعذبي، فالحنطي غادي يكون عندك احسن من الرجل الاخر. فكنشوف كذلك البعض فيكم هنا غادي يكون عندكم ضيوف داخلين لكم العتبه، كاينين على جوج المرات يعني خلال هذا الاسبوع. كاين هنا ضيف اللي غادي يدخل العتبه والدخول ديالو غادي يكون فيه شويه خصام، فيه شويه نزاعات، فيه سوء فهم، فيه شويه حاجات اللي فيها مشاكل، ولكن غادي يدخلوا مره اخرى جوج الرجال، والدخول ديال هذوك الشخصين غادي يكون بشكل ايجابي وداخلين بالحاجه الثقيله للعتبه. فهذا اللي بان في الفال ديالكم. كنشوف هنا بالنسبه اللي عندها مثلا الابناء ديالها، والابناء ديالها يعني خاصهم اوراق او كيجريو فراق او شهاده، فالابناء ديالك غادي يكون عندهم فوز، غادي يكون عندهم نجاح، غادي يكون عندهم مثلا تغيير عمل او عمل جديد او نجاح او حصول على شهاده او حصول على اوراق كيف ما كانت. فالابناء ديالك عندهم امور جيده، ولكن انتبهي ان الابناء ديالك يكونوا معرضين للسحر،
فارقيهم حصني الابناء ديالك. كنشوف هنا كذلك البنات او السيدات اللي كتسالوا على العمل، فكاين عندكم هنا حاجات اللي نتوما درتوها، مثلا هادوك اللي كديروا طقوس او اشياء باش الحياه العمليه ديالكم تحسن، فالنتيجه ايجابيه للامور اللي كديروها، سواء كنتوا مثلا حاملين معاكم حاجه ديال الحظ او، فانتوما هادوك البنات اللي كان عندكم مشاكل في العمل ودرتوا طقوس، فعندكم زياده في الاجر او عندكم اشياء ايجابيه بخصوص العمل، او حتى اللي كانت مطروده من العمل عندك رجوع للعمل ديالك. اوكي، فهذا كان الفال الاول، وغادي نعاود نشوف لك الفال الثاني هي السمراء. غادي تكون انت هادي وهذا الحظ ديالك ان شاء الله خير. كنشوف البعض فيكم كما قلت في القراءه الاولى غادي تفرحوا على ورق، عندكم فرح على ورق، على عقود، على شهاده، على اقامه، على جنسيه، ان شاء الله خير. بالنسبه اللي هضرات بخصوص ترسيم العلاقه مع الحنطي، او كتقول واش هذا الحنطي هذا باغي الزواج، فكنقول لك الحنطي باغي الزواج ومستعد للزواج، ولكن انت غادي يكون عندك بلوك، حاجه غادي تاجل لك هذا الزواج او غادي توقف لك هذا الزواج لمده. اذا قلنا اللي عندها الحنطي باغي الزواج وباغي ترسم العلاقه وبعد ثلاث اوقات ممكن يهضر لك في هذا الشيء هذا، ولكن بالنسبه لك غادي يكون عندك بلوك او عراقيل او مشاكل غادي توقف لك الزواج معه. اما هذا الحنطي هذا الحب كاين، سواء كان الزوج ديالك او كان الحبيب، فهو كيبغيك، الحب كاين، ممكن هنا يدير لك مفاجات او حاجات جديده غادي تحسي بها مع هذا الشخص اللي هو حنطي. كنشوف هذا الحنطي هذا يعني ممكن يساعدك بزاف د الامور اللي خاصه باداره او بعمل، فغادي يكون واقف معك، هو رجل شهم، غادي يكون يعني تحت الطلبات ديالك، اي شيء بغيتي يساعدك فيه غادي يساعدك فيه. اوكي، بالنسبه للابيض كنشوف الابيض غادي تكونوا متقاربين بزاف، عندك حظوظ كثيره مع هذا الابيض، الاستمراريه كاينه مع الابيض، حتى اللي هي مع هذا الابيض عندكم اوراق كتهضروا فيها او عقود كتهضروا فيها او كتشاوروا فيها، فغادي تزهروا عليها، والبلوكات اللي كانوا عندكم انت وهذا الابيض بخصوص اوراق او بخصوص عقود فغادي تزهروا عليها وغادي تحصلوا عليها قريبا جدا. بالنسبه لهذا الابيض هذا كيفكر انه يحسن من المستوى المادي ديالو، وعنده ارزاق او كيفكر هنا في شراء حاجه اللي هي غاليه، ومازال غادي يحصل على هذه الحاجه هذه واخا ماشي دابا، فعلى الاكثر مده شهر. وهذا الابيض هذا اما غادي يكون عنده سكن، اما غادي يدير عمل حر وغادي يكون ناجح فيه، او شراء سياره او شراء عقار. بالنسبه للاسمر، الاسمر كنشوفو غادي يكون شويه رد عليك بالظهر، ممكن يكون بيناتكم سحر تفريق او هو غادي يكون عليه سحر، كنشوفو غادي يكون مهتم فقط بالمال والاعمال هذا الاسمر هذا. اوكي، كنقولك قبل كان كيبغيك، ولكني الحب ديالو ليك بحال كيقل او ما بقاش عنده في هاد الايام هذه، ما عندوش داك الحب القوي او انه كيفكر في العاطفه، لا، بحال هنا كاين شي حاجه سحر طاقه سلبيه بينك وبينه. البعض فيكم كاين سحر تفريق والبعض فيكم عليه سحر اللي ما كيخليهش انه يفكر في العاطفه ابدا، يعني شغله الشاغل هو العمل هو المال. هذا اللي بان في هذا الفال الثاني. وكنشوف هنا كذلك غادي يكون عندكم هنا اتصال هاتفي من امرأة اللي هي كبيرة في السن، تكون أجنبية أو هي في البلاد البعيدة،
فغادي يكون عندك معها خير كبير، غادي يكون عندك معها ارزاق، غادي يكون معها حاجات جديده، وممكن انها تعرفك على ناس جدد اللي غادي يكونوا في الحياه ديالك بشكل اللي هو ايجابي، وممكن تستفدي منهم الكثير. هذا اللي كاين. وممكن انهم يدخلوا لكم ضيوف هنا اجانب او ضيوف من البلاد البعيده للعتبه. هذا اللي بان في هذا الفال الثاني. خلينا نعاود نشوف لك الفال الثالث. البنات لما كنكون كنهضر، لان بعض المرات كيعاودوا يطرحوا الاسئله يمكن البنات الجدد، مثلا انا منين كنقول الابيض ف وما كنحددش بعض الامور او كنعطي صفات ديال الابيض وكنهضر غير بيض بيض بصفه عامه، فهذاك الابيض كما بغى يكون، كما بغى يكون العمل ديالو، يكون اجنبي او هو ولد بلادك، يكون في مصلحه حكوميه او لا، يكون طويل يكون رقيق، فمني كنهضر على البيض فهو بصفه عامه. فوقتاش كنحدد؟ لما كتكون حاجات، فهذاك الفال كيكون من عليكم كاملين. ولكن ملي كتكون شي حاجه خاصه وجايه غير لهذاك بالضبط كنعطي الاوصاف، ملي كتجي شي حاجه خاصه بهذاك اللي في البلاد البعيده فكنقول لك الابيض اللي في البلاد البعيده لا يهم الاخرى، ولكن الا ما ذكرتش لا البلاد البعيده ولا طبلت المخزن ولا شي حاجه فكيبقى بصفه عامه. فغادي تكوني انت هذه السمره وهذا الحظ ديالك ان شاء الله فالك خير. السمره هنا كنشوف كشي شويه البعض فيكم هذوك اللي باغيين تغيروا العتبه او باغيين ديروا شي اصلاحات في السكن ديالكم، فكنشوفكم شويه غادي تكونوا نفسيتكم تعبانه بهذا الخصوص، هذا عندكم مشاكل، فغادي تصبروا واحد المده ديال واحد الاسبوع، لان اي شيء خاص بتغيير عتبه او اصلاحات في العتبه عندكم عليه تاخير، عندكم عليه مشاكل، عندكم عليه بلوكات، عندكم عليه عراقيل، فغادي تسناو واحد المده ديال 6 ايام حتى 7 ايام عاد الامور ديالكم تكون مفتوحه بخصوص الاصلاحات وتغيير السكن. اوكي كنشوف هنا بالنسبه للسيدات اللي عندهم حقوق، كيف ما كانت كتنتظري مثلا رجوع حق ديال الارث او سلف كنتي سلفتي وما رجع لكش، او مثلا حقوق ماليه او ماديه انت كتنتظريها او كان عليها بلوكات ولو يكون لسنين، فكنشوف الحقوق ديالك غادي ترجع لك. كنشوف كذلك هنا كاين عندك اتصالات كثيره وغادي يكون عندك تواصل مع الذكور اكثر من النساء، بحال غادي يكون عندك مكالمات هاتفيه، اتصالات كثيره. كنشوف هنا بالنسبه اللي ما عندهاش حبيب كاين ناس اللي غادي تعرفي عليهم، سواء كنتي عازبه مطلقه ورغم انه ما عندكش حبيب كاين هنا تعارف عبر وسائل التواصل او مواقع التواصل الاجتماعي، غادي يكون عندك تعارف وغادي يكونوا مع اجانب او اشخاص اللي هما في بلاد بعيده. كنشوف هنا بالنسبه اللي عندها الاسمر، فالاسمر بعيد عليه كل البعد هاد الايام هادي، كيفكر هو في شي مناسبه او حفله باغي ينظمها، او هو غادي يكون زهواني او غادي يكون كيحضر حفلات وسهرات. ما كنشوفش كاين البعض فيكم اللي كتقول واش غادي يكون عندي رجوع، واش كاين صلح مع هاد الاسمر، ف واحد المده ديال 10 الاوقات 10 الايام فكنشوف مازال عليكم بلوك في الرجوع مع هذا الاسمر هذا. فكيف ما بان قبل فهو غادي يكون مهتم بالحاجات الاداريه القانونيه المال، كاين بعض فيكم اللي هذا الاسمر غادي يكون عنده مشاكل قانونيه ولكن مازال غادي يخرج منها سالم. فالاسمر ما كاينش شي حاجه اللي هي تفرح معاه في هذه الايام هذه. بالنسبه للابيض
فدائما كتكرر كما شفنا في الفال الاول. فكاينه انسانه اللي هو قلبه وعقله معاها، كاين بيناتهم فلوس، او كاين بيناتهم اشتراك في رزقه، او كاين بيناتهم اشتراك في عمل حر، كاين بيناتهم حظوظ هو وهاد الانسانه هادي. والا كان هذا الحبيب ديالك هو مزوج، فغادي يكون يعني مهتم بالزوجه ديالو. ما كنقولكش بيناتهم شي حب وغرام، ولكن بيناتهم حاجات ماديه او شراكه في عمل، وكذلك يعني عندهم اشياء كيهضروا فيها بخصوص الابناء ديالهم، فغادي يكون شي شويه مشغول الحبيب ديالك اللي هو مزوج. بالنسبه للاخر يعني الابيض بصفه عامه، فكاين في الخطه ديالك يعني مازال كاين بيناتكم اتصالات، واخا انت غادي تكوني شي شويه نكاديه، غادي تكوني شكاكه، غادي تكوني كديري من الحبه قبه مع هذا الابيض هذا. بالنسبه للحنطي، الا كان في البلاد البعيده او اجنبي وكتنتظري منه مكالمه هاتفيه وكنتم خاصمين، فمازال غادي يعني مازال غادي يتصل بك هذا الانسان هذا. والا كنتي مثلا كتهضري انت وياه بخصوص ورق، او كتنتظريه يرسل لك ورق او عقود او عقد عمل او شي حاجه مع هذا الحنطي اللي هو في البلاد البعيده او الاجنبي، فمازال غادي يكون هذا الشيء هذا. اوكي، فخليك شويه ايجابيه، لان تنشوفك شي شويه صعيبه في التصرفات ديالك، او ما كتسامحيش دغيا، او ما كتصالحيش بسهوله. خلي شي شويه طاقتك ايجابيه وخليك متفائله. هذا الحنطي هذا سواء كان حبيب او كان زوج او كان شي شخص كتعاملي معاه او بغيتي معاه شي عقد، او كتنتظري منه مثلا عقد عمل او عقد سفر، او مثلا الله اعلم شنو بينك وبين هذا الحنطي كيف ما كان، فمازال غادي يتصل بك، ومازال العقود او الاوراق اللي انت كتنتظريها منه مازال غادي تظهري عليها. اوكي، بالنسبه للحنطي انا كنشوفو هنا قلبو معاك، وكاين حاجات ايجابيه معاه، ومازال غادي تشوفي منه حاجات جديده هذا الانسان اللي هو حنطي. هذا اللي قال الفال ديالكم. فكنشوف واش كاين حاجات اخرى. شوف، لبعض فيكم الاهل ديالك او مراه كبيره معكسالك الامور العاطفيه ديالك، خصوصا هنا نتوما البنات اللي فوق سن الأربعين ومازال ما تزوجتو، فاستقلوا بذاتكم. لان كنشوف هنا الاهل ديالكم او مراه كبيره كتكون معاك او عندك تواصل معها معكسالك الامور، او يعني بحال انت كتقولي انا خصني نكون في رعايه هذه الانسانه، نراعيها، او انني ندير بخاطرها، او ما خصنيش نخل. لا، شوف، انا كنشوف هنا هذه الانسانه بحال كتبلوكي لك الحياه العاطفيه ديالك. اوكي، فما تحاوليش تسمعي الكلام الا كانت كتهضر لك بطريقه سلبيه او بطريقه غير جيده عن الزواج، او النصائح ديالها ماشي هي نصائح، بالعكس هي كترجع بك للوراء. فشوفي نفسك وفكري في نفسك، وما تقوليش لا انا غادي ندم ما سمعتش. لا، ديري اللي بغيتي انت، لان انا كنشوف هنا يا اما الاهل ديالك هما اللي دايرين لك بلوك على الزواج، يا اما هي مراه كبيره موقفه لك الزواج ديالك. ممكن تكون الجده ديالك، ممكن الام ديالك، ممكن سيده كبيره كتعاملي معاها، او مثلا المطلقه هذه الحماه ديالك، فكان دايره لك بلوك على يعني الزواج ديالك. فهذا ما قال الفال ديالكم. كنتمنى لكم الصحه والسعاده وطول العمر، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياة، ما تخدموش الآخرين على مصلحة نفسكم. نخليكم على خير، كنبغيكم بزاف. باي باي.